أنا دكتور أحمد الكيبي، أنا طبيب في بنك الدم مستشفى الشبراويشي. بنك الدم مستشفى الشبراويشي هو برضو إحدى مراكز لعلاج مرضى الهيموفيليا، واحدة المراكز المعتمدة من الاتحاد العالمي للهيموفيليا. العلاج عموما عالميا وفي مصر في السنوات الأخيرة وبالذات يمكن في مصر حصل نقلة كبيرة. في الفترة الأخيرة ابتدى ان العلاج يتوفر كفاكتور 8 كونسنتريتس او فاكتور 9 عن طريق منح بتيجي من الاتحاد العالمي للهيموفيليا، وطبعا فرقت كتير جدا في انقاذ حالات كتير عندها أنزفة شديدة. انا محمد الأصابي بابا عمار. اول مرة نشوف نزيف كان وقت الطهارة، انا فاكر كويس واترعبنا انا ومامته وقتها وجالنا، وانا فاكر كويس قوي كانوا 2 دكاترة حتى، لان هما يعني كانوا ما كانش حد لسه فاهم في ايه، لان هو كان وكانت للأسف ساعتها الهيموفيليا شيء لسه مش معروف قوي. بس طبعا حصلت بقى ابتدت تحصل تداعيات كل ما الواحد بيكبر. انا كنت بحاول زمان ان انا اتمرن بس، وبعد كده حصل مشكله ان انا قبل بطوله من بطولات السباحه كان حصل لي نزيف في ركبتي. حاولت اتحمل عن نفسي شويه بس للاسف ما قدرتش، فبالتالي ما قدرتش اخش البطوله. مع تاخيري طبعا في العلاج، وان العلاج ساعتها ما كانش بيجيب نتيجه سريعه، حصلت مشكله اكبر في ركبتي مما ادى ان انا اضطريت ان انا اعمل عمليه جراحيه، وده طبعا يعني دمر الحياه بتاعتي في السباحه. بعد ما حصلت المضاعفات دي في ركبتي كنا مضطرين ان احنا نعمل عمليه. طبعا بالمنحه لما جت الفاكتور يعني عرفت اعمل العمليه، اخذت وقت اقل بكتير، عملت نتيجه احسن مما كان حتى الدكاتره تتصور. فهو لو توفر طبعا هيشيل معاناه كتير قوي من الناس اللي عندهم هيموفيليا عليهم وعلى اهليهم يعني. وللاسف الاهتمام مش كويس الحقيقه، الاهتمام يعني ما عدا الجمعيه الحقيقه، لان هو دكتور مجدي وكل الناس اللي في الجمعيه بيساهموا بمجهودات جباره عشان يرفعوا معاناه مرضى الهيموفيليا. وبفضل الله ثم بفضل المنحه قدرنا ان احنا ننقذ العديد من المرضى ونجري العديد من العمليات الجراحية الخطيرة ومهددة للحياة. وكان محتاج جرعات كويسة من الفاكتور عشان يقدر يكمل كورس العلاج بتاعه، وبفضل الله ثم فريق العمل قدرنا ان احنا نوفر له الجرعات دي. ان قصص النجاح اللي احنا عشناها، قصص النجاح اللي احنا عشناها في التجارب وانقاذ الكثير من الحياة دي، ساعدنا في عرض التجارب دي على المسؤولين عن الصحة في مصر. يا جماعة لا، ده احنا عندنا برنامج اسمه المنحة، وده ساعدنا في إنقاذ حياة ناس كتير جدا، وتطبيقه ممكن وتطبيقه واجب لإنقاذ الكثير من الناس، وتفضلوا التجارب الواقعية اللي احنا عملناها، فده في حد ذاته نقطة إيجابية جدا. وأتمنى إن هي تتطور وتشمل عوامل تغلط أخرى وبكميات. كمان الدولة ابتدت إنها تزود مجايب الفاكتور لما المعونة دي جت لنا، وابتدوا يشوفوا قد إيه هي بتعمل شغل وبتعمل كويس للمرضى. ابتدى فعلا، كان الأول من سنين كان بيجي حوالي 0.3 يونت بير كابيتا للمرضى التحدي، فدلوقتي بقى 0.8 بيتشري، ولسه يعني كل سنة بتتحسن عن السنة اللي قبلها. ضروري يعني احنا بنشكر الاتحاد على العامل اللي هو بيجيبه، لان فعلا العامل ده فرق معانا، فرق في حياة المرضى كلهم.